السلام عليكم. الفان اوت معناه the maximum number of digital inputs that the output of a signal logic gate can feed. If the logic gate drives n similar gates, we say that the fan out is n. طبعا n هي n number مجرد رقم، اوكي؟ يشير لنا الى الفان اوت. اشنو هو هذا الفان اوت؟ يحكي لنا التعريف انه هو maximum number of digital inputs، اكبر عدد ممكن من الديجيتال انبوت اللي يقدر انه الاوتبوت سيجنال من اللوجيك جيت، الاوتبوت سيجنال اللي هي اشاره الاوتبوت مال اللوجيك جيت اللي عندنا تقدر انه تغذيها. اوكي، يعني انا عندي لوجيك جيت، هذا الاوتبوت سيجنال اللي طالع منه اشاره الاوتبوت ايش قد تقدر تغذي عدد من الديجيتال انبوت. فيقول لنا انه هاي اللوجيك جيت درايفز تقود او تسوق ان من السيميلر جيتس اللي هي تقود مجموعة من نفس الدائرة اللي هي مكونة منها. يعني أنا عندي دائرة logic gate راح تقود مجموعة من logic gates اللي هم similar، هم مشابهين أو مطابقين طبق الأصل لها. فهذا الان هاي العدد اللي تقوده من logic gates اللي تشبهها هذا نسميه الفان اوت. طبعا هذا كان ممكن يكون بعده ما واضح، راح يتوضح أكثر عن طريق مثال، ومنه راح نشوف القانون لحساب الان اللي هو الفان اوت. فالمثال يقول the figure shown below okay an improved version of the TTL circuit، يعني نسخة أو نوعية محسنة من السيركت اللي هي DTL. قلنا محاضرات سابقة أن DTL هي مختصر Diode Transistor Logic Circuit. ليش هكذا كان اسمها؟ لأنه المكونات الأساسية أو الكومبوننت الأساسية والمهمة اللي كانت بهاي السيركت عندنا اللي هي الدايود وهي الترانزستور. فهاي الـ DTL circuit طبعا improved version، نسخة محدثة من الـ DTL اللي اعتدنا عليها. اوكي، one offset diode is replaced by transistor Q1. عندنا هاي الدايودات مربوطة على الـ Q1، على transistor Q1، بعدين انه توفر لنا providing increased current drive to الـ Q0. هاي الـ current اللي راح تسوقه الى الـ Q0 اللي هو ترانزستور مربوط على طرف الـ output. عندنا البيتا اعطانا قيمته هي 29 for both transistor، لكلا ترانزستورين هي القيمة نفسها. فأول مطلب طلبوا منا قلنا لما الـ Vx تساوي الـ Vy تساوي الـ 5 volt، أي تساوي القيمة الـ high، اوكي، او logic 1، ف determine the current and voltage listed in the figure، كل التيارات والفولتيات الموجودة المعلمة بهاي الفيجر أو هاي الصورة اللي عندنا رح نحسبها، وكذلك نحسب الماكسيمم فان أوت لهاي السيركت لما يكون عندنا for low H for low output condition. بالخطوة اللي بعدها رح نعيد كل هاي العمليات، لكن لما يكون عندنا ال Vx تساوي ال Vy تساوي ال Vcc اللي هي 3.3. فلاحظ عندنا هاي الدائرة أول شيء رابطين عليها مصدر ال Vcc هي 5 فولت. عندنا two inputs ال Vx وال Vy مربوطين على ديودات اتجاه عكسي لاتجاه الادخال، باعتبار هذا الاتجاه الادخال وهذا اتجاه سريان التيار في الدايود. عندنا دايود Dx مربوط على الانبوت Vx عفوا، والدايود Dy مربوط على الانبوت Vy. اوكي، عندنا كذلك هالاتجاه هوني التيار اللي يمشي بيه او اللي يسري بيه الفولتية، وهالاتجاه راح يكون هوني ال I1 اللي تسري داخل المقاومة R1 اعطانا قيمته. هوني هاي العقدة الـ V1، اوكي، هوني هذا التيار راح يسري بهاي الاتجاه. طبعا الـ DTL الاعتيادية هذا الترانزستور كان ما موجود، اوكي، فقط كان رأسا من الـ V1 رأسا مربوط مع الدايد اللي هو D2 هوني بسميه، اوكي، مربوط موراها على الـ Q0 اللي هو ترانزستور مربوط على الـ output. لكن هو من بداية السؤال قال لنا انه هاي فيرجن محسن من الـ DTL circuit، قال لنا انه هذا الـ Q1 هو موجود حتى يحسن لنا او يزيد لنا التيار اللي راح يسري وراح يتجه الى الكيو نوت. فقلنا هذا وجد هذا الترانزستور اللي يزيد التيار للكيو نوت حتى نحصل على higher performance او higher fan out. ذكرنا هاي الملاحظه قبل شويه providing increased current drive to الكيو نوت. اوكي، كذلك ايش عندنا هوني؟ هوني بما انه وجد هذا الشيء الجديد علينا اللي هو الكيو 1 اللي ربط في وسط الدائره حتى بس يحسن لنا التيار اللي عيسري باتجاه الكيو نوت اللي هو التيار يعني باتجاه الاوتبوت، فعندنا هذا الجزء بما انه هو هذا طرف البيس، فالتيار العيسري هوني راح نسميه IB1 تيمنا انه كيو 1. اوكي، فهذا تيار القاعده اللي موجود بالترانزستور الاول.
طبعا هاي التيارات والتأشيرات كلها من السؤال أساسا. عندنا هون كذلك التيار اللي بالإيميتر مسميه الـ I4، عندنا هون مربوطة مقاومة R2 عطينا قيمتها. هون اتجاه التيار راح يسري بهذا الاتجاه، راح يكون ايش متجه الى الدايود D2. اوكي، كذلك هون عندنا التيار اللي راح يخرج من الدايود D2 راح يدخل بي I4، راح يخرج منه IB2 باعتبار انه مربوط على الترانزستور الثاني اللي هو الكيونات. راح ينقسم عند هاي العقدة الى ايش الى I5، اوكي، اللي هو راح يمر بالمقاومة RB اللي اعطانا كذلك قيمتها. وعندنا هون تيار I3 اللي راح يمر بالمقاومة RC كذلك اعطينا قيمتها، وهذا طرف الاوتبوت مأخوذ من الترانزستور. اوكي، فاحنا راح نبلش نشتغل على هاي الدائرة في حال لو كان الانبوت الفرع الاول قال لنا انه اثنين يساوون هاي او اثنين يساوون اللوجيك 1 او يساوون الفايف فولت. راح نشوف ايش راح يطلع للاوتبوت، اوكي، ونحسب قيم التيارات والفولتيات اللي عندنا اللي طلبوا مننا. مثل هاك الدوائر، اول شيء نبلش نشوف الانبوت ايش عندنا راح يكون، وهل راح يشتغل هذا الدايود ولا لا، او ايش هي الكومبوننت بالفعل اللي راح تشتغل بهاي الدائره. مثل ما تعلمنا المحاضره السابقه، اول شيء انا اجي اشوف الانبوت عندي 5 فولت ب 5 فولت، يعني هاي بهاي. فانا لما ادخل انبوت هون بهذا الطرف ونفس الحاله بهذا الطرف، قلنا انه راح تجي الفولتيه بهذا الشكل، راح تقف هوني. هل راح تتجه اسهل بهذا الاتجاه ولا اسهل بهذا الاتجاه، او هل هناك ما يعرقل سير الطاقه بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه بحيث تسري بالاتجاه الاسهل لها، ولا نشوف ايش بالضبط. راح انا اشوف انه هي اذا جت بهذا الشكل راح تصير وحده معاكسه للاخ، اوكي، مثل ما حكينا. فهذا الجزء راح يلغي، اوكي، واعتبره ولا كانه موجود من هاي الدائره مالتي كلها. هذا الجزء ولا كانه موجود، ايش راح يبقى عندي؟ راح يشتغل معناته هذا الجزء، وراح تنتقل الطاقة إلى هذا الجزء الأيمن من السيركت اللي عندي. فبما أنه الطاقة ما راح تسري بهذا الاتجاه لأنه صار شيء معاكس للثاني، فراح تسري بالاتجاه الآخر، تسلك الطريق على اليمين، راح تجي بهذا الشكل، تجي إلى هذا الاتجاه. اوكي، فانا لما اريد ابلش غالبا انه نحسب اذا طلب منا الفولتيات والتيارات، راح نبلش نحسب بالفي 1، اوكي، اللي هي الفولتيه على هاي العقده. فاذا احنا هذا الطرف ما خلص انلغى نعتبره ولا كانه موجود بالدائره، يعني الدائره عندنا فقط هذه الجزء، اوكي، فراح نحسبه على الطرف الايمن لهاي الفولتيه. يعني انا لو كنت بالمختبر اجي اريد اقيس الفي 1، راح اجيب جهاز الفولتميتر واحط طرف هوني وطرف على الارضي، فهو راح يطرح الفرق بين هذول الطرفين مع الفولت ميتر مالتهم، وراح يقيس لنا الفولتية هي راح تكون الفي 1. اوكي، فهي هاي الفي 1 على ايش راح تمر؟ عندنا هوني الفولتية الخاصة بهاي المنطقة من الترانزستور كيو 1، وكذلك فولتية الدايت، وكذلك فولتية الفي بي اي الخاصة بالكيو نوت. اوكي، راح نشوف هوني عندنا القانون يقول لنا لما تكون ال Vx تساوي لل Vy يساوي 2 من 5 فولت، فيكونون الترانزستورين اللي هما ال Q1 وال Q0 راح يكونون into saturation، اوكي، منطقة الساتوريشن راح يكونون. فال V1 ايش راح تساوي؟ قلنا ال VBE الخاصة بال Q1، اوكي، راح تكون 0.8، الفولتية اللي راح تشغل لنا الدايت اللي هي راح تكون ال 0.7، قلنا D2 اللي هي VBE الخاصة بالON الخاصة بالتشغيل هذا الترانزستور، وكذلك الـ VBE الخاصة بتشغيل أو مرحلة الساتوريشن الخاصة بالـ Q0 اللي هي كذلك راح تكون 0.8. فإحنا راح نجمع ثلاثتهم، راح يكون عندنا الـ V1 تساوي لنا بالنهاية 2.3 فولت. أوكي، فهاي يكون حسبنا أول قيمة اللي هي الفولتية عند هاي العقدة. أوكي، هسا راح ننتقل حتى نحسب قيمة التيار الـ I1. اوكي، فانا حتى احسب التيار راح يساوي لي، انا عندي قانون المقاومه R تساوي الفولتيه على التيار. اوكي، فلو اريد احسب التيار فبس حصدر بالطرفين في الوسطين الفولتيه على المقاومه، هي قانون التيار، عفوا. فانا المقاومه عندي اللي يسري بها تيار هي R1، موجوده ومعلومه عندي قيمتها، ما عندي اي مشكله ناحيتها. ظل عندي الفولتيه، اشنو الفولتيه هاي المنطقه؟ فكذلك لو نتخيل نفسنا بالمختبر، احتاج طرفين الفولتميتر على طرفين المقاومة، احطه بهالشكل وبهذا الشكل. فهون على هذا الطرف ايش هي الفولتية؟ هي الفولتية ال VCC، فراح تكون فولتية ال VCC ناقص، باعتبار انا مثل ما قلت لكم سابقا انه لما انا اقيس بجهاز الفولتميتر هو راح ياخذ او يقيس الفرق بين طرفي هذا الجهاز، اوكي، يعتبرها هي الفولتية مال هاي المنطقة اللي انا قاعد احوطها بطرفي الفولتميتر. الطرف الاول على ال VCC، الطرف الثاني على منو؟ هوني الفولتيه اللي حسبناها اللي هي ال V1، فناقص ال V1.
اوكي بهذا الشكل انا اكون حسبته تيار ال I1 اوكي هوني مقاومة ال R1. راح نجي نشوف عندنا ال I1 التيار اللي يسري بهاي المقاومة ال R1 هي ال VCC ناقص ال V1 اوكي على ال R1، فراح يكون عندنا كل القيم معلومة، بس مجرد انه نحسبها اوكي راح تطلع لنا هاي القيمة واللي هي نفسها راح تساوي ال IB1. راح نشوف وين هاي ال IB1، هو نفسه هذا التيار راح يجي يسري بهذا الشكل، يسري خلال هاي المقاومة، هو نفسه راح يسري بهذا الشكل، فما اكو اي شيء بعد لحد انه يوصل لهاي المنطقة، ما اكو اي شيء لا يعني يواجهه لا اي نود لا الى لا اخره، ما اكو اي عقدة، ما اكو اي كومبوننت اخر، فهو نفسه هذا التيار اللي هو الاي 1 يساوي لي الاي بي 1 اوكي بهذا الشكل. هسه نحسب لنا الاي 2 اللي هي التيار اللي عيسري بهاي المقاومة الار 2. راح نجي نشوف انه الاي 2 هو نفسه كذلك راح يساوي لي الفولتية على المقاومة، المقاومة منه اللي هي الار 2 احنا معلومة قيمتها. طيب الفولتية هي ايش راح تكون؟ الفولتية كذلك راح يكون فرق الفولتيات بين منطقتين، فانا لو جيت اقيس بالفولت ميتر راح احط كذلك الفولت ميتر واحد هوني واحد طرف هوني اوكي، فهذا الطرف هو راح يكون الفي سي سي. طيب هذا الطرف اشنو؟ هاي الفولتية. فلو نجي نقيس كذلك الفولتية بهاي المنطقة، يعني انا ما اعرف ايش قد الفولتية هوني عند هاي النقطة اوكي، فراح اجي كذلك بجهاز الفولت ميتر اقيس هوني وبين الارضي، فهاي الفولتية راح تطلع لي عند هاي المنطقة مثلا اسميها في اكس اوكي، هي العمل طرح بيناتها بين الفي سي سي وهاي الفي اكس. باعتبار انا اريد اقيس الفولتية عبر طرفي الار 2، فلو حطيته هذه البقة هوائي اوكي جهاز الفولت ميتر بالمختبر، فانا راح يكون طرف منهم هو الفي سي سي والطرف الاخر منه هو مثلا اسميها الفي اكس. طيب هاي الفي اكس ايش قد قيمتها اللي هي عاد هاي المنطقة؟ انا لو اجي اقيسها بالجهاز الفولت ميتر كذلك راح تكون عندي هاي المنطقة كلها اذا نحسبها هي راح تطلع عني فولتية ال في اكس. فراح نجي نشوف ايش كاتب بالقانون، فال في سي سي ناقص مثل ما قلت لكم هاي ال في اكس اوكي، اللي هي ايش راح تساوي؟ ال في سي اي ساتوريشن اوف ال كيو 1 اوكي، في سي اي ساتوريشن اوف ال كيو 1 اللي بعده بلس ال في بي اي اون اوف ال اتش دي 2 اللي هي الخاصة هون بالدايت هوني هاي المنطقة، وظل لنا الأخيرة اللي هي ال VBE saturation of the Q not اللي هي هاي هوني. بعتبر هو عيمر بهذا الشكل، عيقيس هاي المنطقة بعدين هاي مال الدايت بعدين هاي الجزء اوكي هذا الشكل VBE اللي هوني وال VCE اللي هوني اوكي. فراح تكون اشنو قيمة؟ راح يكون عندنا طبعا ال R2 معلومة، راح يكون عندنا الخمسة اللي هي ال VCC ناقص عندنا ال VCE اللي هي 0.1 VCE، دائما ال VCE saturation تساوي 0.1 أو القيمة الأقل، عندنا ال VBE اللي هي 0.7 الخاصة بالدايود، وال VBE الخاصة بال Q not اللي هي transistor output راح يكون 0.8. راح يكون هذول الثلاثة مجموعين مع بعضهم يكونون الفولتية ال VX اللي قلت لكم عليها، يعني يكونون قيمة واحدة، فأنا أجمعهم ثلاثة داخل قوس القيمة اللي تطلع لي خمسة ناقص هاي القيمة على الاثنين كيلو الخاصة بالمقاومة الـ R2 راح تطلع لنا قيمة الـ I2 اللي هي 1.7 ملي أمبير. هسا لحد الآن حسبنا الـ I1 والـ I2 كذلك الـ IB1، راح نحسب بعدها الـ I4 اللي نلاحظ انه هو عبارة عن جمع بين الـ I2 والـ IB1، باعتبار انه هو هذا التيار اللي بالترانزستور تيار الإيميتر اللي هو جاي من جمع تيار الكوليكتر مع تيار البيس اوكي. ممكن سهل راح نجمع الـ I2 اللي هو نفسه الـ IC راح يمر بهذا الطرف، والـ I1 عفوا اللي هو نفسه الـ IB1 اللي هو تيار البيس باعتبار هو نفسه، كذلك هذا هو نفسه راح يمر بالـ I2 اللي هو عفوا الـ I2 اللي هو يمر بالـ R2 هو نفسه تيار الكوليكتر، راح يجمعون يكونون تيار الإيميتر مع هذا الترانزستور Q1 اللي هو الـ I4 اوكي. فراح يكون عندنا ال I4 راح يساوي لنا ال IB1 بلس ال I2، اثنين عندنا هي، فبس مجرد نجمع راح يكون لنا ال IB اللي هو 2.375 ملي أمبير اوكي. بالخطوة اللي بعدها راح نحسب تيار ال I5، راح نجي نشوف وين ال I5. I5 اللي هو هذا اللي يمر بالمقاومة RB، فنحن المقاومة RB عندنا هي المفروض نعرف فقط الفولتية، راح نشوف انه الفولتية اللي هي ال VBE saturation of ال Q not، وهون عندنا ال RB هي معلومة هاي عندنا،
الفولتية، لو أنا أجي أقيس بجهاز الفولتميتر ما راح أحط الطرفين واحد هوني واحد هوني، أوكي؟ في الطرف الأول اللي هو ال إيش مثل ما قلنا ال VBE saturation اللي هي هاي الفولتية هوني من الترانزستور، وهوني ناقص إيش راح تكون؟ ناقص الأرضي اللي هو صفر، فراح تكون فقط هاي الفولتية، وهاي عندنا المقاومة، فبس مجرد أنقسمهم على بعض راح نحصل على تيار الـ I5. فالـ 0.8 اللي هي الـ VBE saturation للـ Q not على العشرة اللي هي أعتقد 10 كيلو، 10 كيلو هوني ناقص، أوكي، اللي هي الـ RB، فبس مجرد راح نقسم مع بعض راح نحصل على الـ I5 اللي هو 0.08 ملي أمبير. هسا ظل عندنا فقط نحسب الـ IB2 والـ I3، راح نشوف إنه الـ IB2 طبعا هو وين مكانه بالضبط، هو هذا، هذا الـ IB2 باعتبار التيار اللي هو الخاص بالبيس الخاص بالترانزستور الكيو نوت، أوكي. فإحنا عندنا هذا الـ I4 اللي يمر بهذا الشكل، راح يستمر هذا لي حد هوني I4، أوكي؟ بهاي المنطقة عند هاي العقدة راح ينقسم، جزء منه هو الـ IB2 راح يروح على هذا الجزء، أوكي؟ يعني إحنا صح هوني بالرسم مبين إنه محطوط على هاي الجهة، بس هو بالفعل ما أكو عقدة، هو عند العقدة ممكن إنه ينقسم التيار أو ممكن إنه ينجمع، أوكي؟ اللي مستحيل اللي بغير مكان مثلاً ممكن إنه ينقسم التيار، هذا ما أكو عقدة. اوكي، نفس الحاله هون شوف ما اكو عقده، فظل استمر التيار على نفس الحاله. هون وصلنا كومبوننت او عقده معينه بحيث انجمع مع تيار اخر كوننا تيار جديد، اوكي. نفس الحاله عندنا هون هاي I4 كلها عتمر الى هذا الحد، وصلت الى هاي العقده انقسمت الى الاي بي 2 باعتبار انه عندنا اي بي 1 التيار البيس الثاني اللي هو خاص بالترانزستور الثاني كيونوت، وهذا الجزء اللي هو الاي 5. هون احنا ممكن نشكل قانون انه عندنا قانون كيرشوف للتيارات، مجموعة التيارات الداخلة العقدة يساوي مجموعة التيارات الخارجة من العقدة، فمن التيار الداخلي هو I4، من التيارات الخارجة اللي هي IB2 والI5. ممكن احنا نحطهم بهاي المعادلة وبعدين نحول الطرف، شوف منو المجهول عندنا، فالI2 هو المجهول عندنا، راح يساوي لنا الI4 ناقص الI5، اثنين معلومين عندنا، بس مجرد ان نعوضهم راح نحصل على 2.295 اللي هو ملي امبير قانون، او عفوا قيمة التيار IB2. ظل عندنا منه اخر شيء اللي هو الاي 3 اللي هو مثل ما قلنا التيار يساوي لنا الفولتية على المقاومة، المقاومة معلومة الار سي. طيب الفولتية ايش قد؟ انا راح اجي احط طرفي الفولتميتر اد هاي الجزء وهذا الجزء على طرفي المقاومة، هذا الجزء اللي هو منه الفي سي سي، هذا الجزء منه اللي هو الفي سي اي اللي خاص بالترانزستور كيو نوت، فالفرق بيناتهم راح يكون لي الفولتية الخاصة بالار سي، اوكي. فالاي 3 يساوي الفي سي سي ناقص الفي سي اي ساتوريشن خاصة بالكيو نوت، ممكن نكتبها حتى يكون كل شيء واضح، اوكي، على الار سي. كل المعلومات عندي 5 الفولت ناقص 0.1 فولت على 4 كيلو راح يكون لي 1.225 ملي امبير، هاي قيمه التيار اي 3. بهذا الشكل احنا حسبنا قيم كل على كل الاطراف التيارات والفولتيات، وقعدنا فقط فولتيه الاوتبوت ونكون خلصنا. فعندنا فولتيه الاوتبوت هي مربوطه على ايش؟ الكيو نوت اللي هي طرف ال VCE saturation راح تساوي لنا 0.5 فولت. ليش كانت تساوي بهذا الشكل؟ باعتبار انه احنا دخلنا على الادخال الهاي قيمة هاي، اوكي، 5 فولت، فهذا الجزء انطفى، هذا الجزء اللي هو اشتغل، فكانت الفولتية اللي جد كافية انه تشغلنا ترانزسترات والديادات اللي على الطريق، اوكي. مع انه اشتغل الترانزستور فالاوتبوت مالته ايش راح يصير؟ هاي الفولتية مثل ما حكينا محاضرات سابقة كلها راح تتجه بهذا الشكل وراح تشغل لنا هذا الجانب، فايش راح يصفى يطلع للاوتبوت؟ فقط ال VCE saturation، اوكي. لكن لو هذا كان الجزء راح يشتغل، فهذه الفولتية مثل ما قلنا محاضرات سابقة هاي الفولتية كلها راح تعبر لهذا الجزء وراح تنطش بهذا الطرف، فايش راح يصفى هاي هذول كلهم ما راح يشتغلون، فالاوتبوت راح ياخذ الايش القيمة مالته من ال VCE، اوكي. فانا عندي هسه انه باعتبار هذا الطرف ما مشغل، باعتبار انا سلطت عليه القيمه هاي او دخلت له قيمه هاي، فما اشتغل، في الفولتيه كلها راح تجي لهذا الطرف وراح تشغل كل هذول الكومبوننتس المربوطين على الطرف الايمن من السيركت مالتي، فعلى الاوتبوت ايش راح يطلع؟ راح تاخذ فقط من الفي سي سي، عفوا راح تاخذ فقط من الفي سي اي ساتوريشن اللي هي المربوطه على او هي الفولتيه الاوتبوت للترانزستور المربوط على طرف الاوتبوت، فالفولتيه راح تاخذ الفولتيه الاوتبوت راح تاخذ قيمتها من هون، اوكي.
هسا رح ننتقل للفرع الثاني حتى نحسب الفان اوت اللي هو الان. فالقانون مال الفان اوت هو هذا، بيتا اي بي 2 يساوي الان اللي هو الفان اوت الرقم المجهول في الاي رود اوكي بلس الاي 3. احنا اول شيء عندنا مجهول اللي هي قيمه الاي سي ماكس، ممكن انه نستبدله بهذا الطرف، يعني بدل ما نكتب بيتا اي بي 2 نكتب اي سي ماكس، او القانون الاصلي هو ممكن نسميه انه هو اي سي ماكس يساوي الان اي رود في او بلس عفوا الاي 3 اوكي. فالاي سي ماكس من نحسبه اللي هي قانون البيتا في الاي بي 2، اعتبار الاي سي ماكس منه قصدنا به اللي هو هذا التيار اللي يصير بهاي المقاومه. الاي سي ماكس اكيد احنا نعرف الاي سي يساوي البيتا في الاي بي، الاي بي منه اللي هو هذا التيار، احنا عم نحكي عن هذا الترانزستور، فالاي سي مالته ايش يساوي؟ البيتا في الاي بي مال هذا الترانزستور. البيتا عندنا هي الاي بي منه اللي هو الاي بي 2 مسميه، فنحن نكون عندنا القانون الاي سي ماكس يساوي البيتا في الاي بي 2 اوكي. فهذا الجزء اول شيء نحققه، البيتا في الاي بي عندنا البيتا 20 وعندنا الاي بي اللي طلعناها تساوي كذا، فراح نحطها بالقانون. ايش تساوي لنا؟ تساوي لنا الان في الاي لود مجهول عندنا والاي 3، الاي 3 معلومه عندنا كان حسبناها، فبس بقي لنا مجهول اللي هو الاي لود. الاي لود اللي هو التيار راح يمشي او راح يسري في المقاومه اللي راح تكون عباره عن اللود او حمل للدائره او السيركت مالتنا، فكذلك هو عباره بالنهايه عن تيار فيساوي الفولتية على المقاومه. عندنا الفكرة مال الفان اوت انه ايش، احنا مثل ما قلنا بالبداية انه راح اخذ طرف الانبوت اوكي، او راح اخذ انا عندي هاي السيركت مالتي وكأنه استنسخها بالضبط هي نفسها واجي اربطها على طرف الاوتبوت هوني اوكي بهذا الشكل بهذا المكان. فانا الفكرة مال الفان اوت كم انا خلال هاي الدائرة مالتي كم نسخة منها اقدر احط هوني استنسخ اربط عليها وانه تبقى شغالة وتقدر تسوق او تقود هاي المجموعة الدوائر اللي هي مماثلة لها بالضبط اوكي. فانا عندي هاي الدائرة اللوجيك سيركت مالتي كم نسخة نفسها طبق الاصل منها اقدر اربط على طرف الاوتبوت. فانا لما اقول الار لود او الاي لود ايش اقصد بها؟ انه هي نفسها المقاومة الار 1 باعتبار هي اللي راح اربطها على هذا الطرف، باعتبار راح تعتبر هي الار لود. فاجي هوني عندي بالقانون اللي هي راح تكون هوني ال R1. عندنا بقت عندنا الفولتية اللي راح تكون VCC ناقص الفولتية مال الدايود و بلس الفولتية اللي هي VCE مال الترانزستور ال1 اوكي ال Q1، باعتبار انا مثل ما قلنا هذه الدائرة راح اربطها على هذا الطرف اوكي، فراح تعتبر عندي ال VCC وعندنا فولتية الدايود اخذ دايود واحد منهم باعتبار انا هما على التوازي وفولتية الايش ال Q1 ال VBE اوكي او عفوا ال VCE اوكي. فولتية ال VCE الساتوريشن خاصة بال Q1 اوكي، فهذه الفولتية ال VCC ناقصة اوكي، ال VCC ناقص فولتية الدايت مع بلس مجموعة مع فولتية ال VCE الخاصة بالترانزستور ال Q1 اوكي. هذا الشكل. فايش راح يكون عندنا القيمة اللي راح تطلع لي؟ هذه ال 0.7 الخاصة بالدايت والبوينت 1 الخاصة بالكيو 1 راح اجمعهم، راح 5 ناقص هاي القيمة راح تطلع لي تقسيم المقاومة ار 1 اللي هي نفسها راح تشكل لي الار لود، راح تطلع لي قيمة التيار الاي لود اوكي. فاجي احطها هوني هاي القيمة اللي هي هاي، فبس مجرد حسابات اوكي، اقصد ضرب الطرفين بالوسطين باعتبار عندي هاي القيمة المجهولة، راح تطلع لنا الان هي تساوي 42. يعني انا هاي الرقم اللي طلع لي انا قادرة هاي الدائرة مالتي اجيب 42 دائرة تشبهها طبق الاصل واربطهم على طرف الاوتبوت وراح تسوقهم بشكل كلش طبيعي وراح يشتغلون واحصل منهم على النتائج اللي انا اريدها اوكي. فبهذا الشكل راح نشوف كذلك الرسم. فهذا طرف الاوتبوت مال الدائرة مالتي الاعتيادي، فراح نشوف انه هذا الطرف نفسه نهاية الدائرة مالتنا، هاي ال VCC وهاي ال RC كانت مربوطة هوني ترانزستور الاوتبوت اللي هو ال Q-not، وهاي الطرف هو بداية الدائرة مالتنا اللي كانت باعتبار انه تكملة الرسم مكمل اوكي. هي نفسها ال VCC هاي ال R1 هاي الترانزستورين كانوا مربوطين كانبوت اوكي. فاحنا قللنا ال N راح تساوي 42 باعتبار انه نستطيع ربط دائرة حمل على الاوتبوت تزيد البرفورمانس بحيث تكون دائرة الحمل هاي ذاتها هي دائرة الانبوت اوكي. هي نفسها هاي الاوتبوت عن نربطه هي نفسها الدائرة لكن راح تجي بهذا الطرف اوكي، ليست واحدة فقط وانما عندنا 42 دائرة مقدر انه احنا نربطها وراح يزيد البرفورمانس مثل ما قلنا انه الاداء راح يستمر بشكل جيد اللي احنا نريده.
فهذا الطرف هو الاوتبوت مال الدائره الاصليه، وهذا الطرف هو دائره الانبوت ذاتها، تم ربطها كلود على طرف الاوتبوت. اوكي، بس تصحيح شغله انه بقانون الاي لود اللي قبل شوي حكيته هوني، هي مال اي الكيو 1 هوني وانما كيو نوت. اوكي، هاي خطا هوني، هاي كيو نوت، باعتبار انه التيار راح يجي بهذا الشكل. احنا راح نقيس الفولتيه اللي هي الفي سي سي، او ممكن نقيسها من هوني الفي سي سي، بعدين عندنا فولتيه الدايت. اوكي، الفي سي سي احنا عم نشتغل بهذا الطرف، باعتبار انا اعتبر هذه الار لود الفولتيه مالتها هي بهذا الشكل. فعندي انا لما اقيس الفولتيه الفي سي سي ناقص هوني، ممكن اسميها كذلك الفي واي مثلا، اوكي، او في اكس، او مجرد انه مصطلح حتى اعرف انه هاي قيمه اخرى مجهوله. فهاي لو اجي اقيسها راح اربطها هوني على الارض، فراح تكون فولتيه الدايت اللي هي هاي بلس ايش الفولتيه الفي سي اي الخاصه بالكيو نوت وليست كيو 1. اوكي، الفي سي اي ساتوريشن خاصه بالكيو نوت، فراح تكون عندي هاي الفولتيه الدايت بلس الفي سي اي ساتوريشن الخاصه بالكيو نوت، اجمعا راح اقول الفي سي سي ناقص هاي القيمه، باعتبار انا هاي القيمة هسه طلعتوها، أنا هاي المنطقة اللي هي البي إكس راح أسميها. فراح أجي أقيس الفولتية الخاصة بالآر لود اللي هي نفس الآر وان كقيمة، ممكن أعتبره كمسمى، لكن هي الآر لود باعتبار أنه هي مربوطة على طرف الحمل. أوكي، فأنا عندي هوني لو أقيس الفولتية عبر طرفيها راح تكون في سي سي ناقص هاي البي إكس اللي هي هاي بين القوسين، اللي هي عبارة عن جمع بين فولتية الدايت وفولتية الفي سي إي ساتوريشن الخاصة بالكيو نوت. أوكي، ف بهذا الشكل راح اقيسه. كل شيء يفيد لما ارسم الدائرة يعني عندي بالامتحان مثلا، حتى انه يكون عن طريق الرسم انا ممكن اقدر اتوصل الى القوانين مال حساب التيارات والفولتيات بشكل كلش اسهل، باعتبار انه يكون الرسم قدامي اعرف انا التيار عيتجه باي اتجاه، عشان عيسري الى اخره، الفولتيه عشان عتتدفق، فيكون اسهل علي انه ايجاد المجاهيل اللي عندي. بقيتنا اخر شيء اللي هو المطلب الاخير اللي قال لنا هوني، قلنا عيد كل هاي الشغل اللي عملته، لكن غير القيم اللي هي ايش قيم ال Vx وال Vy، عملها تساوي ال 3.3، وكذلك غير ال Vcc، يعني كلهم غيرهم، كلهم كانوا ايش، كانوا هوني 5 هوني 5 فولت، وهوني كذلك كانوا 5 فولت. فهوني راح ايش نغير ال Vcc، راح نغيره نعمل 3.3، كذلك ال Vx وال Vy. اوكي، فهسه كشغل ما راح يفرق عندنا اي شيء، باعتبار انه انا القيمه الهاي اللي كنت عدد ادخلها قبل شويه اللي هي ال 5 فولت نفس ال VCC، كذلك هون هاي الحاله عندي ال VCC تساوي 3.3، وهي نفس القيم اللي عدد ادخلها كانبوت، فالانبوت بعده يعتبر هاي، يعني انا ما عدد ادخله. لو قال لي الانبوت يساوي 0.1 هذا راح يعتبر لو، او قال لي هي بالفعل انه لو او لوجيك زيرو راح اعتبره انه يدخل لو، بس هون بعدني راح اعتبره يدخل هاي، بعدني راح اعتبر هذا الجزء ملغي ولا كأنه موجود، وهذول راح يشتغلون طبيعي على الاوتبوت راح يطلع قيمه له. اوكي، اللي هي الفي سي اي، باعتبار انه القيمه اللي راح ادخلها الفي اكس والفي واي هي نفس قيمه الفي سي سي اللي هي 3.3. اوكي، نفس ما قبل شويه اعطاني الفي اكس والفي واي هي تساوي 5 فولت، وهي كانت نفسها تساوي الفي سي سي، بنفس الحاله هوني بنغير لي قيمه الفي سي سي، وعلى اساس اغير قيمه الانبوت هي نفسها عم تدخل قيمه عليا. اوكي، عم تدخل قيمه هاي، فما راح يفرق عندي الشغل الا القوانين اللي راح تدخل بها الفي سي سي بالحسابات. مثلا هوني لما حسبنا التيار مع الاي 1 ما قلنا انه هو يساوي الفي سي سي ناقص الفي 1 على الار 1، فهوني الـ VCC قيمتها تغيرت صارت 3.3 بدل ما كانت 5 فولت، فأكيد قيمة الـ I1 راح تتغير. أوكي، لكن قيمة مثلا الـ V1 المفروض ما تغير، باعتبار أنه الـ VCC ما داخلة بحساباتها. هسه راح نشوف. فعندنا أول شيء الـ V1 قال يساوي الـ VBE saturation of the Q1، والـ D الدايود الثاني اللي هي الـ D2 اللي هي الـ VBE on، وكذلك الـ VBE saturation of the Q0. أوكي، اللي هي الفولتية هوني في بي اي، وفولتية الدايت والفي بي اي مال الكيو نوت. اوكي، اعتبار قلنا انه لما اجي اقيسه هذه ناقص هذا الارضي، اشكو بالوسط بيناتهم هو راح كله تنحسب. اوكي، فراح يطلع لنا نفس القيمة اللي طلعت لنا قبل شوية 2.3 فولت. لكن لما نجي نحسب الاي 1 مثل ما قلت لكم، الفي سي سي ناقص الفي 1 على الار 1 هوني، الفي سي سي هي اللي هون تغيرت قيمة الفي 1 نفسها، الار 1 هي نفسها، فأكيد راح تطلع لنا القيمة مختلفة باعتبار ال VCC تغيرت قيمتها، ف 0.25 ملي أمبير هي قيمة ال I1 اللي هي إيش تساوي كذلك ال IB1. أوكي، فكذلك إيش عندنا؟
خلنا الفولتيتين بين الترانزستور اللي هو ال Q1 والأرضي اللي هي ال VC1 راح يسميها اللي هي هون المفروض تكون بين الترانزستور والأرضية، يعني المفروض إنه تكون الفولتية اللي هوني باعتبار VC1 مسميها. فإيش راح تكون قيمتها إذا راح يجي يقيسها؟ راح أحط طرف الفولتميتر هوني والطرف الثاني هوني، فإيش راح يكون على إيش راح أمر بالطريق؟ على ال VCE اللي هوني، أوكي؟ اللي هي ال VCE الخاصة بال Q1، كذلك فولتية الدايود، وبعدين ال VBE، أوكي؟ الخاصة بال Q0. راح نجي نشوف القانون. راح تكون VCE saturation الخاصة بال Q1، كذلك ال VBE on الخاصة بالدايود، أوكي؟ وال VBE saturation الخاصة بال Q0، أوكي؟ راح يجمعهم مع بعضهم، اللي هي ال VCE اللي هي راح تكون ال 0.1 الخاصة بالدايود راح تكون 0.7، وال VBE saturation الخاصة بال Q0 راح تكون 0.8. راح يجمعهم مع بعضهم راح يشكل إيش؟ ال 1.6 فولت اللي هي فولتية ال VC1 اللي هي راح تكون هاي المنطقة، أوكي؟ اللي هي اختصر قبل شوي إحنا حسبناها ضمن القانون، أوكي؟ لما جينا نحسب ال I2 ما قلنا يساوي ال VCC ناقص هوني فولتية سميناها ال VX على ال R2، فهوني إيش عمل؟ حسبها وحدة وبعدين حطها بالقانون، أو راح يحطها بالقانون. راح نجي نشوف إنه ال I2 إيش تساوي لنا؟ ال VCC ناقص هاي ال VC1، أوكي؟ على ال R2. قيمة ال VCC 3.3 مغيرة، كذلك ال VC1 هسه حسبناها 1.6، وال R2 هي نفسها ما تغيرت، فالقانون راح يطبق لنا بحيث يطلع بالنهاية ناتج 0.85 ملي أمبير. أكيد النتيجة راح تتغير، أوكي؟ فهاي مجرد طريقة أخرى للحساب، إنه ما ممكن مثلا قانون واحد ممكن أنا أحطه، ممكن إنه أفصلهم. فهاي الجزء اللي هي ال VCE، اوكي، اللي هي ال VCE اللي هي هوني ناقص او عفوا بلس ال فولتية الدايود بلس فولتية ال VBE ساوت لنا ايش؟ فولتية ال VC1، اوكي، اللي هي هوني فولتية ال C1، باعتبار انه هذا دايود هو او عفوا هذا ترانزستور هو ترانزستور الاول بالدائرة هذا الثاني، فسماه ال فولتية ال C1 اللي هي مربوطة على طرف الكولكتر، باعتبار راح تكون ناقص الارضي، اوكي، الفرق بين هاي وهاي هي ال VC1 ناقص الأرضي، فهي راح تكون مجموعة هذولي الكومبوننت اللي بالداخل، أوكي؟ فراح يكون عندنا كذلك ال I4 راح تساوي ال IB1 بلس ال I2، هذا ما تغير عندنا، لكن إنه القيم بالأساس اللي هي لل IB1 وال I2 تغيرت عن الفرع الأول، فأكيد راح يكون ال I4 راح تكون قيمته مختلفة 1.1 ملي أمبير، كذلك ال I4 اللي هي عفوا ال I5 اللي هي هون راح تكون على هاي المقاومة، اوكي، راح تكون فولتية ال VBE تقسيم ال RB راح تساوي لنا ال I5، اوكي، راح تكون ال VBE saturation الخاصة بال Q0 اللي هو ترانزستور مربوط على طرف الاوتبوت على ال RB راح تساوي لنا ال I5 اللي هي 0.8 عفوا على العشرة راح تساوي لنا 0.08 ملي امبير. كذلك عندنا ال IB2 اللي هي تساوي الفرق بين ال I4 ناقص ال I5، تمام، مثل ما حكينا هذا ال I4 راح يجي بهذا الاتجاه، I4 راح يجي هكذا، راح يصل لهاي العقدة، راح ينقسم إلى ال IB2 وال I5، فال I4 ناقص ال I5 راح يساوي لنا ال IB2، أوكي؟ فراح يكون عندنا القيم معلومة عندنا، فراح يكون ناتج 1.02 ملي أمبير. بقى عندنا كذلك ال I3 اللي راح يكون عبارة عن الفرق بين ال VCC ناقص ال VCE saturation على ال RC، راح نشوفه كذلك، هاي ال I3 اللي مر بال RC، فالتيار يساوي لنا ايش؟ الفولتية على المقاومة، المقاومة معلومة ال RC، الفولتية اشنو؟ راح احط طرفي الفولتميتر هوني هوني، هذا الطرف هو ال VCC اللي راح تكون اكيد مغيرة، هذا الطرف هو ال VCE saturation الخاصة بال Q0 اللي راح تكون 0.1. راح نجي نشوف ال VCC ناقص ال VCE saturation خاصة بال Q0، فضل انه دايما نكتبها خاصة بأي ترانزستور حتى نكون ما نلخبط، على ال RC راح تساوي لنا القيمة الجديدة هي 0.8 ملي أمبير. بقي آخر شيء نشوف الفان أوت، نحسبه كذلك ال IC0 أو ال IC max، أوكي، إيش راح يساوي لنا البيتا في ال IB2. ال IB2 عندنا هي البيتا معلومة كذلك نقل إن هي 20، بس مجرد راح نضربهم هاي طلعنا ال IC max اللي راح تساوي لنا كذلك تكملة القانون هي IC max إيش يساوي؟
ال N اللي هي الفان أوت في ال I load plus ال I 3. هسا هاي معلومة ال I 3 و I C max التيار الكوليكتر معلوم كذلك باعتبار انه هو يساوي البيتا في ال I B 2. اوكي اعتبار قلنا ال I C max اللي هو هون رح نحسبه على طرف ال output فهذا الترانزستر. فال I C عندنا القانون مالته لأي ترانزستر يساوي البيتا في ال I B، فمنه ال I B الخاصة بهاي الترانزستر اللي هي ال I B 2. اوكي ف رح يكون عندنا بهذا الشكل القانون. عندنا كذلك ال I load ما حسبناها اللي هي ال VCC مثل ما قلنا ناقص الفولتية الخاصة بالدايت بلس الفولتية الخاصة ال VCE saturation الخاصة بال Q not. اوكي على ال R1 اللي هي ممكن نسميها ال R load مثل ما قلنا هوني بالقانون فوق انه هي ال VCC ناقص هاي الفولتية. هاي الفولتية هي ايش تساوي؟ فولتية الدايت بلس يعني بين قوسين فولتية الدايت بلس ال VCE عفوا الخاصة ال VCE saturation الخاصة بال Q not. اوكي فبهذا الشكل راح يكون عندنا حسبنا ال I load اللي هو ال VCC ناقص هاي القيمة اوكي على ال R1 او ال R load ممكن نسميها. فالقيمة راح تطلع لنا راح نضربها في ال N. اوكي هاي هسه معلومة سات عنا كذلك ممكن أول شيء نحول هذا ال I3 إلى هذا الطرف راح تطلع لنا قيمة معينة للتيار. فإن راح تساوي IC max minus ال I3 باعتبار هاي كانت موجبة تحولها يصير سالبة تقسيم ال I dot كلتها تقسيم ال I dot حتى بين قوسين حتى يكون الأمر واضحة. أوكي فراح تطلع لنا قيمة ال N. طبعا هاي القيمة اللي مطلع هوني بالملي أمبير هي قيمة التيار. اوكي فبس بقي اخر خطوه اللي هي التقسيم. فراح نقول ان تساوي الاي سي ماكس عندنا القيمه مالتها المفروض نطلعها هوني ناقص الاي 3 اللي هي هذه قيمه الاي 3 مجرد نقسمها على الاي لود اللي هي 0.625 ملي امبير راح تطلع لنا قيمه الان. طبعا راح تلاحظون انه القيمه راح تطلع للان اكيد راح تكون اقل من المره الماضيه. بالمره الماضيه طلعناها 42 كانت. اوكي هالمرة لازم اكيد تطلع اقل من 42 باعتبار احنا قللنا الفولتية اللي عتسوق هاي الدائرة او عتمشي هاي الدائرة. فالمفروض كذلك انه احنا لما نحسب الفان اوت انا مثلا اجهز فولتية قدرة 5 فولت راح تسوق لي 42 دائرة. فانا لما قللت هاي الفولتية الى 3.3 اكيد القدرة على صياغة كم من الدائرة راح تكون اقل. اوكي هاي الفولتية اللي انا عتسوق لي الدائرة راح تكون بالتأكيد اقل. فبالتأكيد انه عدد الدوائر اللي راح تقدر تسوقها هالمرة اقل من 42 باعتبار انه انا قللت الفولتية اللي راح تسوق لي هاي الدائرة. اوكي او مجموعة الدوائر اكيد. فاذا طلع رقم 42 او اكبر معناته انا حلي خطأ لازم يكون رقم اقل من 42. طبعا الفان اوت اللي هي الان بدون وحدة باعتبار انا تشير لي الى عدد الدوائر اللي انا ممكن انا اربطها على طرف الاوتبوت عدد الدوائر اللي هي تشبه مماثله للدائره مالتي طبق الاصل لكن انا ممكن اقدر على انه اربطها على طرف الاوتبوت وتقدر انه تطلع لي هاي بيرفورمانس بدون اي مشاكل. اوكي فنرجع على التعريف قلنا ماكسيمم انبوت او عفوا ماكسيمم نمبر اوف ديجيتال انبوت عدد الاكبر عدد من الديجيتال انبوت اللي تقدر السيجنال الخاصه بالاوتبوت انه اللي هي مع اللوجيك سيركت مالتي السيجنال الخاصه بالاوتبوت مع اللوجيك سيركت مالتي تقدر تغذيها. اوكي فهذا الرقم او اللوجيك سيركت مالتي تقدر انه ايش تسوق او تقود ان اللي هو هذا الرقم تقود ان من الجيتس اللي هي مماثله او مطابقه طبق الاصل اللي هي هاي الجيت اللي احنا عم نحكي عنها. فهذا الرقم راح نسميه الفان اوت. يعني مختصر من جديد انا عندي دائره لوجيك جيت اقدر استنسخها كم نسخه هاي العدد النسخ مالتي هو ان. اوكي هذول الان كلهم اجي اربطهم على طرف الاوتبوت. فهاي على طرف الاوتبوت هاي اللوجيك جيت مالتي الاشاره الاوتبوت السيجنال الاوتبوت سيجنال اللي راح تقدر تغذي هاي الدوائر كلتهم هذول الان من نفس الدائره اللي هي تشبهها. اوكي فهو هذا عدد نسميه الفان اوت. اوكي ف the maximum number of digital input that the output of a signal logic gate can feed. اوكي فهذا الرقم اللي هو اللوجيك جيت هي تشير لنا او تسوق لنا مجموعه ال n مجموعه اللوجيك جيت اللي هي مماثله لها similar gates هذا الرقم نسميه بالفان اوت. اشقد انه سوق اكثر اشقد عنده مثلا performance اكثر اكيد.
أو أداء أعلى أو أفضل.